Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va préparer sandwich ديال الكتة باش الواحد ما يجيش مع الماكلة اللي هي صحية راه خصو يكون فريمون يعكس بزاف بحالي دايوغ. دونك اليوم غادي نرافقوه بواحد لاصوص اللي هي سامبل وداكشي غيوجد كتفي باسكو انا متعجبونيش لي ساندويش اللي تيكونو ناشفين. Donc en mon sens, c'est comme vraiment un sandwich plat. Voilà. Donc on va le travers. On va le ciseler. Nous voilà. Donc une fois que vous avez le on est tranquille. C'est pour la sauce. Il y a une autre planète plastique. Je vais vous faire des chiffres. Une fois ça servir. Pour prendre le snage à la couche. Je suis en serveur pour le voyage à Trouvonnes. Je vais vous faire un peu de travail. Donc voilà. Il y a un peu de temps. On est tranquille. Il y a un peu de temps. On va vous faire. جزاكم الله وغادي نكملو فنسالي تسونا كاملة فوالا بون هادي وحدة هادي جوج كملنا طبعا السطريف هادو كانت فيها بحال الكحولة. بالنسبه للثومه اللي عندكم شي اللي كانت فيها هاد الخضور لداخله كدير المروره فوالا دونك هذا يلفو اونلي هاد العرق الوسطاني سورتو كان انا بغيت غير على ود فوالا كملو تقطع ديال الثومه خمسه اوني طخونكي فوالا صافي تا هي تنحطها في هاد الجهه و تنكملو داكشي اللي باقي مازال. المرحله الجايه غتكون هي هاد البصيله. اذا غنخلي غير مشوز بصيله وحتى البصله لو ميم برانسيب ديال التوم يعني اون فوا يكون فيها شي حاجه اللي هي خضراء لداخل يلفو اونلفي كومبليتمون باش كتجنبو عليك كاع هادوك اللي يقولي ما تيكونوش هنا هادوك تنتسناو منهم حنا كاع فوالا. هاد الجهة التحتانية ديال النباتة ديالها من تحت خاصها تتحيد إي إلا بانت ليكم شي خضورة هنا تا هي حيدوها لا باغ كونطخ البصلة فغيمون خاصها تقطع رقيقة إلا كان فغيمون كليتي شلضها باش دابا نديرو في الكفتة مكاينش مشكل. فوالا دونك هي هادي نروح هاديك تما المهم النصرة جاني بحال حافي الله أعلم.
نكمل التقطيع حتى الاخر. فوالا دونك هكا نكون كملنا البصله كامله، وغادي ندوزو لحاجه اخرى. دونك ما كانش عندنا ليسباس في الخشبه، غادي نمشيو ل ونحضو شي حاجه نعاونو فيها هكا هاني. المهم انا اكرر، حنا انا ماشي من محترفي الطبخ، ولكن واحد الانسان عزيز عليه تاكل، دونك اللي كيعجبهم ياكل بالضروره بالضروره تيكونوا يعرفوا يطيبوا، اولا كاع الا ما كانوش كيمشيو وتيتلاحوا الطياب واحد النهار ما عرفوا يطيبوا يكون داك الشيء هو هذاك. فوالا دونك دابا غادي نكمل ندير ميطيشات. جون ميني شحال هنايا، جون ميني 3 دونك ميطيشات سهله. دونك بما اني انا ما كاش ما غاديش نديرها في الكفته، غادي نخليها هنايا ونبدا داكشي اللي غادي ندير في الكفته هو الاول باش ما نبقاوش نضيع في الوقت، باش نخليها التمرين واحد شويه عاد نبدا. دونك فوالا انا كنت نسيت البيض، انا جبتو دابا. دونك تنديرو البيضة داخل، فوالا غادي نديرو معاها شوية ديال الملحة. فين درت انا هاكا الملحة كاع ضروري نجي جيب الضغط. دونك درنا البيض، غادي نزيدو فيه شويه الملح، تقدروا ديروا الملح بحساب الكفته كامله ماشي مشكله. دونك غادي نطربوا البيضه واحد شويه، نطربوا البيضه غير ب باش تحرك كامله، وبغيت تزيد واحد البنه في الكفته وتعطيها نيت واحد الخطوريه تجي زوينه مع تتولي من تجي متماسكه، ولكن حنا ما نطيبوهاش حتى ديك الدرجه اللي غتولي خايبه بزاف. دونك الربيع الربيع ثم الربيع، تلقاي تيكون في الربيع نيت، دونك هادي هي الكفته المغربيه خاصها تكون شبعان ربيع. فوالا دونك دابا غنزيدو البصيله ونخليو شويه ديال البصله على جنب الشيطه. فوالا من بعد غادي نزيدو العطريه. دونك الملح حنا درناها ديجا، شنو غادي يبقى لينا مزال الملح دارت. غادي نبداو بالفلفله حاره، مثلا ندير الحر جوج معلقات صغار ديال الفلفله. انا تقريبا جبت هنايا واحد نقولوا ما كاملاش نص كيلو. كندير الكركم، واللي ما تعرفوش بان الخرقوم عرق باركونت ما تنطيبش بالخرقوم العادي، داك الخرقوم ديال الباكيات اللي ما تيعجبنيش، وينصح بهذا الخرقوم هذا. دايوغ بالنسبه للناس اللي عندهم واحد لي طادان في لاماسو، يعني كيحسوا بجوكم ديما الجسم ديالهم بحال زايده فيه حموضه ولا التهاب، الخرقوم مزيان بزاف خاصو يكون في الطياب ديال شاك جوغ. دونك دابا غادي نزيدو نعمل البيضة، غادي نزيدو سكينجبير. فوالا سكينجبير كندير قد هكا، انا تندير في العطريه ديال الكاس، وهذا هو السر ديالها. دونك ابخي دونك ابخي غادي نزيدو الكمون. الو الكمون حتى هو غادي ديرو معلقه كبيره بحال هكا،
معلقه بيتو معلقه صغيره ولكن عامره بزاف يعني جات معلقه من الصغار. فوالا كيما قلت لكم انا تيعجبني يكون الحار بزاف في العطريه ديال الكفته حيت كتبان لي الكفته سي فري كو اللحم يعني محتاجاش تخزر بزاف ولكن مالغري سا تجيني انايا مزيان الواحد يدير العطريه بزاف الناس اللي كياكلوا العطريه بزاف دونك راس المعلقه ديال البزار باسكو درت ديجا الشوميه انا كيعجبني المذاق ديال الشوميه على المذاق ديال البزار دونك جو بونس دابا ما بقى لنا حتى شي حاجه من غير اننا نزيدو التحميره والتحميره مهم بزاف بزاف انها تكون دو بون كاليتي يعني انا بالنسبه لي الا ما كانتش التحميره دو بون كاليتي بلا ما نطيبو بها دونك فوالا البنات هاد التحميره وهذه اللي تتكون دو بون كاليتي ما تيكونش داك اللون ديالها غامق بزاف صافي الا زادوا فيها الزيت مي فريمون لو غو سا ديفير داكشي ديال العطريه اللي مخلطه ما عارفين شنو فيها بلاش من نحاول تاخذوا من التعاونيات بحال دابا انا هذه اللي تناخذ اغلبيه ديال التعاونيات كلهم تيصايبوها زوينه هذه تناخذها من لي برودوي ديال التعاونيات اللي كاينين في اسواق السلام دونك غادي نطلقوا يدينا في التحميره يعني تقريبا جوج معلقات صغار ونص فوالا دونك درنا كامون البزار التحميره السودانيه سكينجبير البصلة الربيع والبيض غادي نزيدو دابا الزيت دونك الزيت ما تقاوش بزاف تقريبا ندير واحد غادي نقولو هنايا واحد ربعة المعلقات صغار جوج معلقات كبار ما عامرينش بزاف دونك فوالا هي هادي الشريميلة ديالنا كيفما كتشوفو دونك نخلطوها بالكم شي عويدات ديال الكفته ديال الربيع حيدوهم حيت مطابش مزيان ما غاديش يطيب وسطها مي بون الربيع عمر ما كان دغيا دغيا تيدو في الطياب يدو تا هو على البصلة دونك دابا ملي حركنا هادشي كامل خرجيناه ولا بلاصه تمسحها باش بالنسبة لدوك لي تيكونو شوية مرادات بالنظافه ما تيعجبهمش داكشي طايح في الارض وداك التخربيق يعني انا شويه جون اللي تيخدم بالزربه وصافي ما داكشي تنسالي وتنجمعه فوالا دونك اون ايسي ان تي بو دو شونجي وصافي فوالا دونك هادي دابا غادي نزيدو الكفته الكفته خصها تكون دو بون كاليتي يعني اللي تيعرف شي واحد اللي غيعطيها ليه مزيانه هي هذيك اللي ما تيعرفش يحاول يقلب على شي جزار مزيان هنا في الرباط صعيب القضيه باش نلقاو شي جزار اللي هما يا ناخذو من عندهم انا عطوني اون ريكومونداسيون دونك ديرنيير مو غادي ندير شويه ديال الضمه ديال البنه ديال الكنور دونك نديرو غير شويه دقيقه ما نتكثروش بزاف باسكو راه الحل ما غاديش نقلبو عليه نديرو فيه البنه هو اصلا بني مي بون ايوا انا كنحرك بيديا كاين شي حاجه اللي فيها البركه بسم الله بحال الدين دونك غادي نستمر تنكملها تندخل فيها هذاك البيض وهذيك العطريه كامله كنخليها تمغينا ومن بعد نقاد لها الصوص ديال اللي غادي تجي مع الساندويتش حيت كيما قلت لكم انا ما تيعجبونيش لي ساندويتش اللي تيجيو ناشفين تيجيو تيعجبني داك الساندويتش اللي كتحس براسك بحال اللي كتاكل في البلاصه ما تصدعش راسك وحاط داكشي في البلاصه دونك فوالا كفيت هي هادي ممكن مكانش الكاميرا كنت غندير ديك هكا مي فيه باس نخدمو كيف ما حنا كنخدمو في اليامات العادية بلا ما نبقاو نتصنعو بزاف راه عينا بالفيديوهات ديال التصنع المهم كيف ما قلت لكم البنات غادي البنات والدراري غادي ندير ساندويتش فيه اون صوص ديك لاصوص اللي غادي ندير فيه غادي تكون هي التكتوكه المغربيه ديالنا دونك انا دابا حيت جلو في المطيشه فوالا وغادي نقطعها كيف ما كتعرفوا المطيشه خاصها شويه الصهد تطيب عليه دونك ما تصدعوش راسكم بها تبقاو ترقوا يكم بقى انا صراحه ربي انا جو سوي لو جون اللي كيرققها
Voilà. Donc, nous d'abord. Vite fait, داكشي ما غادي نسدو راسنا ما والو. نورمالمون انا الفلفل تنشويه غير الا ما كانش بنادم عنده الوقت ما يسدهش راسو. المهم ما تاكلوش في الزنق اولا ما تاكلوش بزاف في الزنق بحال الناس اللي عندهم مثلا مرض بالمعده راه بالنسبه ليهم راه والله العظيم واخا تاكلو غير جوج مرات في السيمانه راه تاكلوها في صحتكم. حنا ما تنقولوش بان ماكل الزنقه خايبه، كلشي تيتشهى ماكل الزنقه، ولكن ما فيها باس غير ما تكونش هي لا اكثر حاجه تستهلكوا. دونك غادي نحيد هادي ندير فيها مطيشة باش نتسالي. كنت غادي نديرها في المقله ديريكتومون ولكن ما درتهاش لحقاش كيعجبني نقلي شويه ديال الثومه والبصله قبل ما نزيد مطيشة. الثومه والبصله حتى الفلفله خاصها تقلى ضروري، حيت واخا ديرها بجلوفها ديريها بجلوفها، ولكن عاوتاني دير بجلوفها ونعطيها حقها في الطياب ماشي نديرها بجلوفها ونحطها كتغرزز لعباد الله. فوالا هيدو هادشي علينا. دونك فيت في غير فليفلات صغار بالزربة يلا نكملو. البنات جالي باليكم فيها شي ضربة داكشي ديال الاقتصاد العور بلاش منو، نقصوا فريمون دخلوا في ديك الضربه اللي كتكون في الفلفله ولا في مطيشه جد الحال اللي متبعدوا من ديك البلاصه، حتى ديك البلاصه راه بحال شي وباء لاصق في ديك المطيشه. يعني ماشي بنادم يبدا يدير داك الاقتصاد اللي ما عنده حتى شي قيمه، الاقتصاد خصو يكون بعقله. فوالا ولا بحال ديك اللي عايشه حياتها كامله باندومي راه ما كتقتصديش، اللي عايشه باندومي ما عندها حتى علاقه بالاقتصاد، كتقتصدي في انك ما تاكليش بواحد الثمن ولا بواحد البيجي اللي هو مزيان، ولكن من جهه اخرى تاكلي العصب صحتك وتولي خصك طبيب. يعني الانسان يدير شويه ديال ليكيليبر، ماشي بالضروره بنادم ياكل اللحم، يقدر بنادم ياكل داكشي صحي وطيب في الدار وما يخسرش الفلوس. دايوغ انا جو طرافاي سو دي فيديو في هاد التيماتيك هادي باش نشوفو مثلا كاع لي بيدجي. باغ كونطخ غيكونو بالنسبه للبيدجي ديال لي سيليباتير، صافي ديغ بنادم لي بوحديتو، باسكو انا لاحظت بان في الانترنيت كاين لا في تقسيم المصروف لا في الطياب تيهتمو اغلبيه بالعائلات و تيصورو بالزوافريه و الزوافريات عطاهم الله، هادوك هما لي خصكم تعلمهم شويه يجمعو يديهم. اما لي عندو عائله راه باغ ديفور تيولي الانسان محكوم بالمسؤوليه، يعني خصو يجيري راسو، واللي ما تيجيريش راسو ما تحكمش بالمسؤوليه هداك راه ما عندك فيه ما يدار حاله ما يؤوس منها. باغ كونطخ بنادم لي تيكون سيليفاتير متتكونش عندو ديك الرغبة في أنه بالضرورة يجمع راسو، لأن تيبان ليه راسو بوحدو لا تيصدع راسو، يعني ولو تيحاول تلقى محاولات فاشلة لأنه تيبغي يعيش حياتو تيبغي يدير شحال من حاجة. المهم هدا خروج على الموضوع، فيما مفادوه بأني أنا جو فو مفوكاليزي على لي فيديو لي عندهم علاقة بلا سيتواسيون ديالي. مثلا أوطون كو سيليفاتير وعايشة بوحديتي الحمد لله، ملي كنت عايشة مع والديا كانت القضيه احسن، كندخل تنقول الوالده فيا الجوع، ايوا دابا ملي تدخلي قولي الوالده فيك الجوع وتاكلي ان شاء الله رجليك. الله يحفظ لكم ولياتكم كاملين، يحفظ لنا والدينا. دونك فوالا نكملو تنكملو نبقاو نقطعو تنكملو هاد الفليفلات كاملين، المهم نكملها باش ما نطولش عليكم. المهم انا شعلت البوطه دابا لحقاش اول حاجه غادي نبدا بيها البنات اون بارلون دو سا. بالنسبه للناس اللي كيشريو بزاف المقالي، انا مثلا ما كنت من النوع اللي كنجيب المقله تضر عليها شويه تتخسر دغيا شويه البوطه تيدوز عليها شويه ديال الوقت تتخسر وتنوليو حاصلين فيها. تحاول تاخذ لي مارك اللي هما معروفين بلا روبستيس ديالهم، معروفين ياكلوا الدق. دونك دابا نشعل البوطه، نرجع نشعل البوطه. فوالا انا درت هادي غنخلو فيها شويه ديال الزيت باش غادي ندوز عليا ديال الهنا. وردو البال ملي يكون عندكم الدراري الصغار اللي ديرو المقله ديما عمرها ما تكونش في الجالي يكون فيها بنادم غادي يجي خيطه بيضه، سيرتو اللي كيكون فيه الزهايمر بحالي يقدر يدوز ويخسر كلشي ولا يطيح على راسو داكشي بسم الله. دونك غير الزيت شويه على حسب الذوق ديالكم، بالنسبه للعزله على برا بالضبط دير واحد المعلقه ونص كبيره. فوالا دونك هادي سو سون دي بوم ريزولي، ريزولي دونك انا خديتهم من
je pense que c'est من السوق السلام ولا من كارفور دونك هادو صراحه يقدروا يديروا غير في الدار انا ما كان فيا مي صدع راسي دونك انا خديتهم مي هادشي كله غادي يمشي ان شاء الله من بعد لاني غادي نبدل كومبليتوم الطريقه ديالي في التعامل مع الشريان ولي برودوي اللي تناخذ داكشي ديال الواجب راه فيه غير خسرنا الفلوس بلا فائده مي بون جافي اونفي دو بروندر سا دونك هي هادي جربتها مره واحده قبل نسفي هذا دونك دابا الزيت غادي نلقو فيها الفليفله فوالا حيت الفليفله هي اللي كتشد الطياب باش تطلق شويه يعني واخا ما درناهاش ما شوينا على الفران لا فوق بوطه مي ما فيها باس اللي عندها الوقت شويه بالكميات كثيره وتحطها في الثلاجه مع الزيت والثومه وما غتندمش باش نجيب معلقه ديال العود عارفش من زهقتها المهم اون فوا تتحسو بان الفلفله بدات كتبان فوالا عاوتاني متخليوش تولي في الطياب الاخر ديالها اشنو تنديرو مباشرة غادي نزيدو عليها البصلة وغادي نخليوها حتى هي طيح والبصلة واش المزيان فيها تيكون واخا مدباتش كومبليتمون ماشي مشكلة في الساندويتش اصلا تيديروها خضرا غير انا متعجبنيش داك الكوكو ديالها تتضرني في بعدا خضرا وغالبا تتعجبني في الساندويتشات ديال الطون دونك انا ملقيتش المعلقة ديال الخشب جبت هذه مباشرة الوغ البصلة ما نتسناوش عليها بحال الفلفلة مباشرة غادي نزيدو مطيشة ملي تزيدو مطيشة ديك الساعة غادي نزيدو الربيع فوالا الربيع مباشرة غادي نشوفو الكمالة ديال العطرية ديال الشرمول دونك دابا غادي نزيدو العطرية انا دفيت مني دايره الملحه بالنسبه للزيت في هذه المرحله هذه اللي بان لكم بانكم ما دايرينش الزيت كيف ما خصو يكون فما فيها باس الو من ضمن الاغلاط اللي تيجراو في وسط الطياب انك تتفكر ان الثومه ما درتيهاش في الوقيته نورمالمون كان خصني نديرها مع الفلفله ما كاين باس اللي ما عندهاش تقليها في مقيله بوحديتها راسها سينو انا غادي ندير الثومه غبره اللي كنهضر عليها ديما هاد الثومه غبره كناخذها حتى هي من التعاونيات سي لو ميم بو باغ كونت يل فو فيغ اتونسيون في الكمية يعني ديرها تومي وجفة يعني مغاديش ديرو 700 ألف معلقة فوالا جدال الحال تكون عامرة و الصفر متيبغيش التومة بزاف دونك غادي نزيد التحميرة الكمون التحميرة الكمون البزار السودانية صافي هادشي لي كاين والكمون كنزيد واحد الطريقه في الاخر تندير شويه في الاول وشويه في الاخر الوغ ما تنساوش التحميره حتى هي في العطريه ملي تيبان لي داكشي بدا تيتدخل طيب يعني علين غادي يوجد ما كتمشي لكم البنات بزاف الناس اللي عندهم دي زافيني تيجي في هذه القضيه ديال المش ما كاينش الحكو كاع داكشي اللي معلب انا كاين دي تروك اللي ما كنقدرش نعيش بلا بهم في الطياب منهم ما كاينش الحك انا بالنسبه ليا تو سكي صوص ضروري خصها تكون فيها ما كاينش الحك وخصها تكون دو بون كاليتي ماشي ديك اللي تتبان لكم كحله هذيك شغل تعطي لكم الكحوله في الطياب ما عندها ما تزيد يعني خصها تكون دو بون كاليتي ولا كولور ديالها تكون غوج وتنزيد شويه ديال العسل ولا السكر حيت ضروري اي حاجه فيها لاسيديتي ديال مطيشه تتنقصوها اما ان تو بتي بو بيكربونات دو سود وبيكربونات دو سود زوينه بزاف تتنقص غير ما ديروهاش بزاف عاوتاني تطيب المعده اولا تزيدوا السكر ولا العسل انا غادي ندير العسل حقاش ضرب من بعد السكر ما قدرني فوالا دونك هي هادي صوص طوماط درت فيها الماء ومن هذيك نيت داك الماء تيخليها تزيد طياب وهذا غادي ندير العسل ديال السكر تيعجبني لوكو ديالو سينو ديال اي عسل عندكم وصافي فوالا دونك فوالا انا زدت العسل ومنبداوش معكم مع الفرير نضل النهار كامل وكنجرب شي صبيغ فوالا دونك هما هادو نخلط هادشي وغادي نزيدو على المقله المهم البنات داكشي ديال تحطو الحاجه طيبو تبقاو جالسين تتسناو فيها راه ما خدامش راه تبقاو 90 عام نتوما كطيبو غتكرهو شي حاجه سميتها كتوجدو غداكم دونك انا حطيت الصوص تكمل ودابا غادي نطيب دوك لي بون دونك نطيب الطيطه ندير فيها غير شويه ديال الزيت فوالا هادي
كما كتشوفوا معايا فوالا كيفاش دايره. هذه سميتها الطوطه ديال المعكازات. سالاو عليا غادي نشوف شحال كتوجد. قال لك سيدي تتخليها دوغي، يعني تتخليها تيولي اللون ديالها دوغي بوندون 10-15 مينوت، مره مره تتحركها. ما طلبتو انا موجود، باغ كونت ما غاديش ندير انا هادشي كامل. انا غادي نصايد دابا ساندويتش غير ليا ولختي عندي دابا، ومع العلم هاد الكميه ديال الكفته راه ما كايناش لشخص واحد، حنا ما عايشينش في بلغاريا ولا واحد كياكل هذاك الشيء. راه بالنسبه ليا هذاك الشيء ديال الكفته راه غيتكلفي على الاقل واحد 3 مرات، يعني وحده ليا وحده لختي، وغتبقى مره غادي نديرها باش ما نبقاش كل مره انا كنصايد في هذا الشيء. واذا فوق لاصوص، لاصوص راه غنديروا لنا غير شويه، يعني الفريكو لا يفلت وصحابات لا ما مزيانش داك الشيء تخشى في الفريكو. اختي انا خدامه ما عنديش كلمه. فوالا دونك غنطيبو هاد الطيطه هادي. انا خليت النص ديالها الفريكو لا يفلت. انا البنات انا عوض ما ندير لكم كومون ديغاج لا ميوزيك في الفيديو، انا تجيني احسن ميوزيك هي لا ميوزيك ديال الطياب. ما نصدرش راه يسمع بزاف. فوالا غندير شويه العطريه، شويه ديال المليحه، شويه ديال الثومه. فوالا ها معقول بدا. دونك درنا شويه ديال الثومه، بدات بزاف ديال الثومه، غتقيل بزاف. دونك تبرد غدا يزيد في الغدا. جو بيرميت سكو جو على خاطرها تي تكمل طياب. في البوطه الاخرى نزيدها شويه على هادي. الوغ انا دابا غادي نخدم بالزيت ديال العافيه، باسكو الكفته مايمكنش نقليها في الزيت البلديه. الزيت البلديه مخصهاش عاوتاني الحراره بزاف، سينو مخصهاش الحراره لي ديريكت، يعني بحال قليان بحال كيف ما كيجرى في الكفته. دونك هي هادي انا غنخدم بعافيه. مي نورمالمون صراحه لله اكثر حاجه كنخدم بها انايا في الزيت هي لوسيور. انا لوسيور كان الرفيق ديال الطفوله ديالي، كانت الوالده اللي سخرتني للحانوت وجبت شي حاجه من غير لوسيور ما تطردني. دونك كيف قد في شي حاجه اللي هي لاصقه كو سوا لا كاليتي مزيانه ولا ماشي مزيانه، انا بالنسبه لي شي حاجه اللي تنخدم بها. دونك غنديروا الزيت كما قلت لكم في الكتره، ديجا فيها ديجا فيها المواد الدهنيه ديالها نيت. الوغ هي هذه الكفته ديالنا. دونك راه خدات لقيتها بما انا وجدت داكشي الاخر، غادي نقادها دابا في المقله. الوغ البنات سي بون، الكفته انا خليت منها داكو. هذه غادي نديرها، هذه اللي بقات غادي ندير لها السيلوفان، غادي ندخلها للفريكو، ندير لها الميكا ديال الفريكو. فوالا غنحط الكفتات، كتحط ليا الزيت سخن مزيان، نخليو تا يسخن على خاطرو. فوالا دابا غتبدا الموسيقى، احسن موسيقى كاينه في الدنيا هي التشنشين ديال الكفته. وما نصدقش راسي في الكفته كتجمع. دونك نحط كلشي دقة واحدة يطيب مرة واحدة، تزاحم وتراحم. فوالا نزيد الزيت لحقاش عندي الميل. ايوا هذا مكان، ونخليوها طيب على خاطرها. المهم خصها يكون عندها العافيه مجهده في الاول، ومن بعد كتحاول تحيديها قبل ما تشرب الزيت. دونك فوالا البنات ها هي الوصفه ديال سيدنا موسى، وهادي الكفته. وانا الكفته كتعجبني طيب مزيان، نحطها ليا ديال تحت حقاوي الزياده، كتعجبني شي مذاق ديال في اوميم طون سكون في هاديك لاصوص غادي تحيد كاع. إلا نشفت هاديك الكفته لاصوص كتبقى مزيانه. دونك اونتر طون انا وجدت الخس بالزيتونات، خس الزيتون فخوماج. دونك صافي هذا باش غادي نديه ان شاء الله. الطيطة تاعي هي وجدات. دونك فوالا تجي بحال هكا، فهو كلشي وجد. ها الكفته تاعي هي فوالا، ها غادي ندير لاصوص اللي غطرفقها زويتينات. وهنا كيف ما قلت لكم راه وريتكم شنو درت فيها.
هذه لا مارك ديال الهمبرغر نورمالمون انا تندير ديما الشيدر في الساندويتش وبغيت نهضر لكم على هذا سي سوبر 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 بون عمرني ما ذقت شي مايونيز حسن من هذا انا ما كتعجبنيش ديك اللسعه اللي تكون في المايونيز هذا الي مانيفيك مالوزمون ما كاينش مارجان في لي غراند سيرفاس تلقاو غير عند الناس اللي كيبيعوا دوك لي برودوي ديال الشمال مي فريمون جربوه على حسابي هاد دونك لي نديرو ساندويتش كتشري خبز ديال ساندويتش نفس كي الخبز ديال ساندويتش سينو كتشري بوميرو وتتقسموها على جوج وتحلوها وتحيدو من البابا وانتم قاعدين الغرض ماشي بالضروره تبقاو تشريو هادشي ديال الزواق مي انا جو بخون دي فوتو دونك داكشي علاش خصني وخلاص راه كاين كاع القنوات اللي تيوريو كيفاش تصايب الخبز ديال الساندويتش دونك هذا هو اللي غادي نقاد فيه تيبان ليا كبير من الداخل غير هو خصو يسخن شويه لانه تيكون بارد فوالا غادي نصيب ساندويتش سي تري سامبل غادي نحلوه اول حاجه غادي ندير فيه هي هادي فوالا هادي طلع ليا المهم متقولوش المايونيز بزاف لان اصلا غادي ديرو شرموله دونك ما كاينلاش تقول المايونيز فوالا ثاني حاجه غادي نديرو غادي نفرشو خصيصات المهم انا درتهم تيتسقطرو بان ليا باقي القضيه عندهم مدارج فوالا نديرو خصيصات وعلى حساب كل واحد دابا شنو تيبغي دونك مي افون الخص انا جو بونس اي سري جوديسيو انا نبدا بشري ميلا باش يشربها الخبز فوالا ديرو شري ميلا ساندويتش كامل انا ما غاديش نصايب ديالي لحقاش حتى ما تيعجبنيش ناكل داكشي بارد يعني داكشي اللي خصو يسخن غادي ندير الخدمه تنسخنو غنديرو في ساندويتش فوالا نخرجو شويه على هاد دابا غنديرو دي فوتو فوالا دابا فوالا المعقول فوالا كيف ما كتشوفوا البنات تيجي بحال هكا وغادي نزيدو نكمل الطبقات الاخرين صافي ابري تنزيد الزيتون والفرماج فوالا ونوريكم التقديم النهائي الوغ البنات هذا هو الشكل النهائي ديالو كيف ما كتشوفوا فوالا